خوتي خواتاتي متتبعين قناة عبدو، اليوم بغيت نشارك معكم واحد القطعة أرضية للبيع. هاد القطعة أرضية المساحة ديالها 5 الخدامة وبالملكية وفيها عدة مغروسات. قلنا البلاد ديالنا فيها 5 الخدامة، كتبعد على مدينة خميسات بحوالي 3 ديال الكيلومتر، وعلى الطريق كيلومتر واحد. البلاد ديالنا مزروعة بالكامل، فيها من كل فن طرف، وفيها الرمان، فيها العنب، فيها الخرشب، فيها الخوخ، فيها المشماش، فيها عدة مزروعات. غنشارك معكم اليوم هذا يا سكن. ها هو السكن، ها السكن أمامكم، فيه الضوء، فيه الماء، وفيه أي حاجة بغيتو غنشاركوها معكم اليوم. واللي خدا هذه البلاد هذه راه ما غتضربوش في الندم. السكن ديالنا هو هذا، وفيها كوري. ها هو السكن، تبارك الله راه واسع. ها
هو الشراجم ديالو وكل شيء. ها لا كويزين. لا حتى هي واسعه وعريضه. الكوزينه هنا طوالت وعاد الكوزينه. هذا جوج بيوت قلنا والكوزينه والطواليت. ها هما. وها الطواليت ديال المتتبعين والدوش ديالنا. ورجعت في واحد المكان جميل. اجيو تشاركوا معنا وتشوفوا المغروسات اللي كاينه في هاد الارض هادي. شوفوا معايا الرمان تبارك الله. وشوفوا الدالية كي دايره هنا في الدخلة. أشجار الرمان والحامض والأفوكا والفول كرموس، أي حاجة بغيتوها المتتبعين، أي حاجة تشهد النفس ديالكم غتلقاوها هنا في هاد الأرض هادي. شوفوا معايا تبارك الله، شوفوا الفول، شوفوا المزاح، شوفوا الشفرجل، ومجهزة فيها وسائل التنقيط. شوفوا الفول تبارك الله. ها هو الفول تبارك الله، شوفوا كي داير. وفيها شريج ديال الماء. والبلاد راها غادا طالعه حتى للفوق، راه كيبان لكم الزيتون امامكم. راه 5 الخدامه قلنا بالملكيه والثمن 50 مليون يا المتتبعين. راه فرصه هذه، راه جات لكم اليوم فرصه، راه فرصه. اجيو تشوفوا معايا البصل. شوفوا تبارك الله الكرموس. قول لهم الا خصكم القزبر هو. شوفوا القزبر تبارك الله كي مشعشع. قول لهم خصكم القزبر عطيكم القزبر. راه مول هاد البلاد هادي راه عطيها واحد الاهتمام كبير. راه اي حاجه كيديرها انتم كتشوفوا الرمان، ها الخرشف، ها الفول، ها الليمون. راه ثمن جد مناسب، راه هذا الثمن الاخر اللي قلت لكم المتتبعين، راه ثمن جد 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 مناسب. ها انتم، راه هذه فرصه اليوم. هو وسائل التنقيط، انابيب التنقيط ها هو امامكم، والبير والشريج. شوفوا تبارك الله الفول، خيرات الله سبحانه وتعالى. كلشي مع الماء، الشريج، وسائل التنقيط، انابيب، غير دير التيو وسقي كيف ما تبغي. والسكن، ها هو السكن امامكم، جوج بيوت وكوزينه والبير. راه هذه اليوم جبت لكم فرصه، راه ما غتلقاوش بحالها، راه فرصه لا تعوض. ومكان هادئ والماء موجود، ها البيار ديال الجيران المجاورين. شوفوا الدخلة ديال الباب، ها الشيبة تبارك الله، ها المشماش، ها الحامض. شوفوا الدخلة كي دايرة تبارك الله، ها هي دايره بالداليه حتى لعند المنزل. هذا المنزل فيه جوج بيوت وكوزينه، واحد الكوري ونبح. هذا البير ديالنا فيه البومبا وفيه كل شيء مجهز بوسائل التنقيط.
احيد واحد الورده من تما. هانتوما يا المتتبعين السي حسن مول هاد البلاد هادي، هانتوما شوفوا الربيع كي داير، شوفوا واش لاضع. وهاد الورده هادي كنبغي نهديها للمتتبعين ديال قناه عبدو اللي كيتابعوني وكيشجعوني على الفيديوهات اللي كنعطيكم، راني كنعطيكم شي حاجه من القلب. هانتوما شوفوا الربيع تبارك الله، ها القزبور وما عندناش لاضع. هادي كنهديها للناس اللي عزازين عليا والناس اللي كيتابعوا القناه ديالي داخل المغرب وخارج المغرب، والناس ديال اسبانيا وديال فرنسا وايطاليا والمانيا، تنهدي لهم هاد الورده هادي. وحنا اليوم صايمين في هاد العواشر هادي، وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد ودوزوه طول العمر ان شاء الله، وتابعونا ان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. Come on.